السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سويت لكم فيديو تحفيز للعام الدراسي الجديد، شلون تنظمون وقتكم، شلون تصير لكم واهس. كلكم تعرفون موعد العام الدراسي الجديد 2024-2025 هو يوم الأحد 22/9، يوم الأحد 22/9 اقترب العام الدراسي، ما بقى شيء، بقى له يومين. تسأل نفسك تقول هل أستطيع التفوق في هذا العام؟ هل بإمكاني أن أحقق هدفي؟ أن أحقق أهدافي الدراسية؟ طبعا تسأل نفسك وبنفس الوقت تجاوب بنفسك، تقول إيه نعم أكيد أستطيع أستعد وأحقق أهدافي، وترتبط بأفعالك وأسرارك والتزامك. يعني أنت مستعد على تحويل كل لحظة إلى فرصة للتفوق هذا العام، اللي تثبت بنفسك أنك قادر على تحقيق المستقبل. كل عام دراسي هو فرصة ما يتكرر، فرصة حتى تبدي من جديد. حتى إذا كانت نتائجك بالعام الماضي ليست كما كنت يعني تأمل، اسأل نفسك لا تضيع الوقت، نظم وقتك، رتب حياتك الدراسية، راح تكون نتائج جديدة، تكون مختلفة، تكون قادرة على أن تبذل جهد. النجاح ما يتعلق يعني بالوقت الذي تدرس به، سواء كان تدرس بالليل أم تدرس ليلا أم تدرس نهارا. أكو طلبة يدرسون بالليل، أكو طلبة يدرسون بالنهار عادي، ما يتوقف هذا. البعض يحقق نتائج مذهلة يعني بالدراسة، فعدد الساعات اللي تقضيها بالدراسة مثلا، يعني انت تريد ليل تريد نهار، هاي يعني شو نقول، تجعل كيفية استثمار تلك الساعات. بالبداية راح تقول تستعد بعدم وجود دافع للدراسة، هذا أمر طبيعي. يعني يقول لك بالبداية شوية تعب ومتعود على العطلة، بالبداية يصير مالك واهس. لا، راح كلها نخليها اليورا، راح تخلق أشياء جديدة يحفزك وتدرس ويا نفسك. أول يوم تداوم، احتمال أول يوم، ثاني يوم يعطون كل يعني بعد ما شي يسموها يوزعوكم على القاعات على الصفوف، شوف شلون النقل. ثاني يوم ثالث يوم يجوز تبلشون بالدراسة. فلازم ترتب نومتك، تقعد من وقت، تحضر نفسك، تحضر المستلزمات القرطاسية مالت المدرسة. أي فأول يوم، يعني قصدي مو أول يوم، نقول كم يوم ويبدون المدرسين يعطوكم واجب، خلاص يعني وتنظموكم وخلوكم يعني بالصف وكملتوا كتبكم، وزعوا لكم كتب، رأسا يبلشون المدرسين يعطوكم واجب جدول، فأنت لازم تسوي لك جدول. وأريد تحضرون يوم بيومه، يعني إذا عبرت الموضوع أو مادة وما حضرتها راح تتراكم عليك بيوم الامتحان، فكل يوم بيومه اقرأ. لا تظلون تقولون أحب المادة هاي أكره المادة هاي، حب المواد كلها. يعني مثلا واحد يقول أنا إنجليزي اليوم أكرهه، فيزياء اليوم أكرهه، لا، حبوها، خلي يصير لكم واهس حتى تدرسوها وما تكرهون دراستها. الواهس هو أساس الدراسة، يعني لازم يكون عندك طموح من أول يوم.
شنو تريد تحقق هذا الهدف؟ خليه ببالك. حتى شنو؟ حتى تبدأ تفكر به. أنا معدلي مثلا أريد أحصل، أنا معدل هدفي أول يوم دراسة، أنا أريد هدفي هاي السنة أريد معدل 100%، أريد إعفاء، أريد الأول على المدرسة. فاستمروا وحضروا ونظموا وقتكم مثل ما قلت لكم، إن شاء الله هذا التحفيز يفيدكم، ويا رب إن شاء الله ما نقصر وياكم. هاي سنة خير علينا وعليكم، وإن شاء الله يعني أنا خلال حتى العطلة جاي أنزل مواد، وجاي أنزل نماذج، وكل شيء جاي أنزل، وإن شاء الله ما تحتاجون إلا، وأي شيء تحتاجون تقولوا لي وأنزل لكم، ومستمرين وياكم، ويا ربي سنة خير علينا وعليكم، وإن شاء الله النجاح والموفقية يا رب.